مفتوح لجنى. جنى طفلة بريئة أصيبت بمرض نادر مش عارفين يتعاملوا معاها ازاي، علاج، وزنها نقص جدا لدرجة انه مش لاقيين عروق تاخد منه يعني الحقن او المحاليل او اي شيء، تعرفش تاكل، عندها مرض نادر وغريب. تسمع جنى وتسمع والدتها، جنى اللي كانت الدنيا كلها عندها أمنية إنها تكون مهندسة، آدي جنى قبل أن تصاب بهذا المرض اللعين اللي محدش عارف إيه الحكاية، بقالها سنتين على حالها ده ونفسها إنه يشوف لها حل. بتنادي الحقوني، هي ووالدتها الحقوا جنى عايزة تتعالج، جنى عايزة تعود. البنت الشاطرة اللي قدامنا ربنا يمتعها يا رب بالصحة إن شاء الله يا رب يا رب، ما شاء الله وخطها جميل جدا، نفسها تبقى مهندسة زي ما قالت، وإن شاء الله ربنا يكرمك وإن شاء الله تحققي أمانيكي بإذن الله يا جنى. تعالوا نسمع جنى ونسمع هذه القصة صعبة جدا جدا. أكتر حاجة بتوجع لما يكون حد عنده مرض والأطباء عاجزين عن تشخيصه، عشان كده النهاردة حبينا نيجي مع حضراتكم لمحافظة اسكندرية عشان نوصل صوت جنى وائل، الطفلة الجميلة اللي عندها 14 سنة واللي بتعاني من مرض بقالها سنتين وعجز الأطباء عن تشخيصه، وكمان توقفت عن الأكل تماما مما أدى طبعا لفقدانها لوزنها، ونزل وزنها بقت 29 كيلو. جايين النهاردة نوصل صوت جنى وائل ووالدتها لعل وعسى إن شاء الله يكون الحل موجود بعد التقرير ده. أنا بدأت إن بطني في الأول كانت وجعاني ومش بقدر استحمل الأكل، كنت باجي على نفسي شوية وأكل حاجات خفيفة زي لبن، زبادي، أي حاجة خفيفة. بس بعد كده بقى بدأ إن الألم تزيد ومش بقدر، فقطعت الأكل خالص. بدأوا يدوني، كنت باخد الأدوية وريد. بعد كده لما بدأوا ان هم يدوني الأدوية اقراص، الترجيع بقى فيه ترجيع ومش بقدر، البوق المية بيرجع لي كل ما اكل اي حاجة، اول ما اخلص الاكل ترجع لي على طول، وانا باكل اوريدي بيبقى هو بيرجع لي وانا بزقه بقى، بس اول ما بخلص الشرب او الاكل بيرجع لي على طول. ما بقتش مستحمل الاكل او الشرب زي الاول، وبقى بطني بتوجعني جامد ومش بقدر، وبقى في ارتجاع، وبعد الارتجاع ده بقى الترجيع، فما كنتش مستحمله الاكل خالص ولا الشرب. والقسطره الورديه دي بدل الاورده اللي في الايد، علشان الاورده اتحرقت كلها او ضربت، ما بقتش مستحمله، وكمان ما بقاش في طبقة جلد تستحمل الإبرة وهي بتخش، فبالتالي بيركبولي دي. لما فقدنا الوزن ده الدكتور قال لي لازم نعمل منظار عشان نشوف ايه سبب النزول اللي حصل ده. عملنا المنظار، الدكتور طلع مخضوض، يعني كان بيقول لي انا لقيت التهابات جامده جدا من المريء للاثنى عشر، ولقيت فيه زي وحمه او تجمع دموي، ما كنتش قادر اركز ايه هو، فخفت اخد منه عينه عشان ما يطلعش تجمع دموي ويعمل نزيف داخلي جوه. فمبدئيا هنمشي على علاج. الكلام ده كان شهر 11 2020. في الفتره اللي هي بقى اخدت فيها العلاج الوريدي ده
ما كانش فيه الارتجاع اللي كان موجود ما بقاش موجود، وبدأت تاكل حاجات خفيفة، يعني تشرب لبن دافي، تاكل شوفان، سلطة، بس أكتر من كده لأ. وبعد كده بدأ بقى فيه الترجيع بقى إيه، من شهر 12/2020 لغاية دلوقتي الترجيع ما بيقفش. هو في مشكلة رئيسية لغاية دلوقتي موجودة وقائمة يعني، وما في مش عارفين نلاقي لها حل، إن كل الدكاترة اللي رحنا لهم والكونسولتو اللي اتعمل ودكاترة الجهاز الهضمي الكتير اللي رحنا لهم مفيش تشخيص واضح وكله كلام متضارب. أنا بناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأي مسؤول في مصر إن احنا نقدر ننقذ جنى ونحاول إن احنا نلاقي لها أي علاج سواء جوه مصر أو بره مصر، لأن مش هينفع تبقى حياتها واقفة سنتين من عمرها. فأنا بالنسبة لي أنا حاسة أنا في كابوس بقالي سنتين، وكابوس ما بيخلص بأمانة. ونفسي نفسي إنها ألاقيها تاني قدامي كويسة. نفسي أرجع لحياتي الطبيعية، ونفسي أرجع أبقى باليرينا وكده، وأخد كورسات وأبقى أحسن من الأول وأبقى مهندسة. إن شاء الله يا جنى بإذن الله هترجع إن شاء الله، وكل أمانيك بإذن الله تتحقق بإذن الله تعالى إن شاء الله يا رب. تحياتي ليك وتحياتي لأسرتك، إن شاء الله ربنا هيشفيك ويديك كل الصحة بإذن الله.